حارة الصلاحية على بعد خطوتين من كل حاجة حلوة، من شارع المعز ومن خان الخليلي، من ريحة الحبايب وسيرة الناس الطيبة، عتبات الخير كله في الممر، رزقه واسع. كل الناس هنا تعرف عم حسيب، كل الناس. عم حسيب الساكن في العنوان أعلاه، 50 60 سنة في عشق الأحجار الكريمة، بنظرة يعرف بيها أصله وفصله وتمنه وأرضه، تاجر محترف زباينه من كل الدنيا بتدور على حجر كريم أصلي. وهنا هنا دكانة عم حسيب. قبل فطار النهارده ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبالصحه والسلامه وكل الشعب المصري طيب. امين. ومتشكر على الاستضافه الجميله في الصلاحيه هنا. الله يخليكم. الصلاحيه اللي هي متفرعه من شارع المعز هنا على طول، برضه للناس يعني. ليه بقت مكان للاحجار الكريمه؟ الصلاحيه الاول كانت بتاعه نحاس كلها. يمكن ده كان من 30 سنه، كان كله نحاس او 35. وبعدين بقى خان خليلي ابتدى يتوسع والمهنه ابتدت تكبر، لان انا كان عندي في المصنع كتير اشتغلوا، فكلهم خرجوا فتحوا محلات. كويس. فهيفتحوها فين غير في الصلحيه؟ آه. فابتدت الصلحيه تنتشر فيها الاحجار الكريمه. احنا هنا في دكان عم حسيب، اجمل واشهر واغلى الناس في الاحجار الكريمه. ده من ذوقكم حسن اخلاق. ربنا يخليك. كل ما بساله على حاجه قبل التصوير، فطبعا يعني ايه، انا على قدي في المعلومات، فنحاول النهارده ايه مع بعض كده وبالراحه عليا نفسر كل حاجه. بالراحه عليا. بالراحه جدا. طبعا الاحجار الكريمه يعني في ناس كتير بتحبها وتعشقها وشايفه انها مصدر طاقه ومصدر جمال. ذوق وجمال وفن وكل الحاجات الحلوه في الاحجار الكريمه. عم حسيب، واحنا بنتسلى كده وقبل ما نبدا نعرف معلومات عن كل الاحجار الكريمه، حضرتك كده كملت كام سنه مع الاحجار الكريمه في عشق الاحجار الكريمه؟ انا اول ما احتكيت بالاحجار الكريمه كان عندي 5 سنين. الوالد طبعا كان في الاحجار الكريمه، والجد كان في الاحجار الكريمه هنا برضو. هنا. في محل تاني اللي في الصلاحيه، اللي في السرمطيه. فكان انا رايح مع الوالد، كان مع 2 تجار كبار كان اسمهم جاك وحتون. فلقيتهم عندهم محل كبير جدا في منتجات خان خليلي كلها، ولقيت عندهم وكاله ما تعرفش تجيب اخرها. فبقيت بحاول اكلم بابا عشان خاطر اقول له انا عايز اشتغل هنا في الوكاله دي بالذات. فالوالد مش اديني اي اهتمام عشان بيتكلم في شغله وبيتكلم في بتاع. جاك بقى واحد من الاثنين، اخواتي اثنين جاك وحتون. جاك قال لي عايز ايه؟ قلت له عايز اشتغل هنا. قال لي تاخد كام؟ قلت له مش عايز فلوس. قال لي خش اشتغل. وفعلا دخلت اشتغلت عندهم من وانا عندي 5 سنين لغايه اما بقى عندي 11 سنه لما مشيوا سنه 56. نبدا منين بقى؟ نبدا ان احنا نقول ان الاحجار الكريمه ممكن نقول في احجار بنحصل عليها من البر واحجار بنحصل عليها من البحر. بر وبحر. بحر. عندنا في البحر حاجات قليله ومعروفين ومعظم الناس عارفاها، اللي هو المرجان، ودي الشعب المرجانيه سواء كان بيضاء او حمراء، بس الاحمر قليل جدا وعمره يعدي 1000 سنه، غير الابيض في سنه ولا اتنين بينشر في الميه كلها. فدي اول حاجه مهمه في البحر. زائد تاني حاجه اللؤلؤ، واحنا عارفين اللؤلؤ في اللؤلؤ طبعا. في حاجات تانية بقى، في عقيق بحري اللي هو طالع من براكين في وسط المية، فده بيبقى ليه وضع خاص وشكل خاص غير العقيق البري. فاحنا قلنا اللؤلؤ والمرجان منين؟ من البحر. والعقيق البحري. والعقيق البحري والمرجان الاسود اللي هو بنقول عليه اليسر. اليسر اللي بنعمل منه السبح اليسر اللي متفهمه. ده بحر برضه. بحر. السبح اليسر الحاجة الوحيدة اللي بنطعمها الناس مش واخدة بالها ليه اتطعمت بالفضة كده، لأن المرجان الأسود طبقات لو قعدت فترة بتلاقيها تنسلخ من بعضها، فعشان يثبتها مع بعضها عمل حكاية الإيه التطعيم بالفضة
يخرم ويحط مسمار يعني دي فضة. مش مجرد زينة. لا دي آه ده بدأت بمجرد شغلانة. تثبيت وبعد كده بقت زينة طبعا. ندخل على البر، البر بقى فيه جميع الأحجار، سواء كانت أحجار بركانية أو أحجار صخرية، صخور متحولة أو متراكمة. أو الأحجار البركانية بيبقى فيها طبعا الماس، بيبقى فيها الكورتزات كلها، الكورتزات اللي هي تملين تطلع سداسية الشكل، 6 أضلاع تطلع من الطبيعة كده. بالطبيعة كده أهي سداسية، سواء بيضة سواء سمرة سواء خضرة سواء حمرة، وطبعا كل لونها بيدي نوعية معينة من الأحجار. وفي أحجار بتبقى زي دي الناس بتقول عليها دي ده ألماظ. حجر. ألماظ اه ده مش حجر، حجر ده مش حجر صخر. ولا صخر. هقول لسيادتك قول لي. اصبر. دي دي بيضة بتاعت سحالف أو تعابين، وتحجرت من ملايين السنين فعلا. هو لما جابوها بصراحة أنا ما كنتش عارفها، دي ظهرت من حوالي 10 سنين والناس كلها اشتريتها واشتغلت فيها، وصلبة جدا وتنفع دي في بيضة، الشغل. بيضة سحلفة. بيضة سحالي أو تعابين أو سحالف. يعني دي عمرها كام سنة؟ ملايين السنين. ملايين السنين. طب هل قيمتها عشان هي عمرها ملايين السنين ولا لا لا قيمة؟ ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. الناس افتكرتها ماس أبيض. ندخل في البر تاني. احنا هنا البر بقى عندنا، ما عندنا عندناش هنا حاجة بحري، مرجان ده. المرجان اهو. ده المرجان. وبيطلع مرجان ابيض كده. طب ما تجيب لنا والنبي. ايوه هطلع لك اهو، بيطلع طبق شجر المرجان ابيض ده كده اهو. وبيطلع ده مرجان. بيطلع مرجان بحري. بيطلع احمر كده. ادي مرجان ايوه بحري بيطلع احمر. احمر. في ده الوان بيطلع تانية؟ لا الاسود بقى تمام. مش موجود. هل ده ايه؟ بقولك ده مرجان ده احمر؟ مرجان. مرجان ده ده بقى كبير، بنقطعه ونعمله حجاره زي كده. طب معلش اشوفه ماشي احسن. اجيبه لك حالا. وده لؤلؤ حر؟ ده لؤلؤ. فريش ووتر. ميه حلوه مش ميه مالحه، عشان عندنا اللؤلؤ حاجتين. ده المرجان اهو. بص جماله، بص حلاوته. لا جميل حاجه جميل عظيمه. جميل. اللؤلؤ حاجتين، فريش ووتر ميه حلوه وميه مالحه. المياه الحلوة رخيصة جدا اهي، اللي بنعمل منها السبحة دي، ودي بتتباع مثلا ب 300 400 جنيه 500 جنيه. دي مياه حلوة لؤلؤ. لؤلؤ مياه حلوة. ولؤلؤ طبيعي وكل وطالع حاجة في اسمها مياه المحارة حلوة. وبتاع، المحارة بتاعته صغيرة وبيطلع فيها كمية كبيرة من اللولي. وبعدين ساعات بيزرعوا اللولي فيها بأشكال معينة أو شيب معين، يعني بيحط بفرة السيجارة أهو. طبعا باين اللولي طالع فيها اهو. ده الفريش ووتر ارخص لولي. اما اللولي بتاع البحر غالي جدا، غالي جدا، بيوصل لدرجه ان العقد بيبقى 30,000 40,000. نروح للبر. البر قلنا فيه كورتزات كتيره قوي. الكورتزات دي بتطلع الزمرد او الياقوت، بيطلع في شكل زي ما قلنا شكل سداسي بألوان مختلفة. بألوان مختلفة. الأبيض بتاعه كوارتز كلير، السموكن بتاعه اللي هو السموكن طباز أهو. اللي هو ده هون يطلع ده هو ده. وده اللي هو الطباز اللي بيطلع منه ده. سموكن طباز. فبيطلع مش غالي، 5 جنيه جرام. 5 جنيه جنيه جرام. هو تكاليفه حوالي 4 جنيه ونص، 4 جنيه وربع، يعني في طيب. الحدود دي. عظيم. وبعدين بقى في كورتزات بقى غاليه جدا، اللي هي ايه بقى؟ الياقوت، الزفير، الزمرد، اللي هم بعد الماس. وفي حاجه بعد لازم الماس. بعد الماس. لا ده في حاجه نقطه مهمه. في زمرد مثلا بتاع كولومبيا اغلى من الماس. الدرجه دي ممكن يبقى 4 مرات قد الماس و5 مرات قد الماس. وصلب زي الماس؟ لا مش صلب.
زمرد سوفت جدا جدا جدا، ولكن غالي عشان نادر جدا، هي عرض وطلب. كل حاجة نادرة. نادر. الياقوت الأحمر برضو بعد الماس، بس فيه ياقوت بورما أغلى من الماس. بحاول أفهم يعني، أنا بحاول أفهم. والزفير طبعا برضو الزفير من الحاجات اللي سيمي بريشر بعد الماس، لكن زفير كشمير أغلى من الماس. تيجي نروح سينا. سينا هنقول فيها الفاروز المصري، سانت كاترين، وابو زنيبه. عندنا سانت كاترين بيبقى لونه فاتح، وابو زنيبه بيبتدي من الفتحان لغايه الغامق قوي اهو، ودلوقتي ما بنلاقيش. ده سانت كاترين، ده سانت كاترين الفاتح الحلو الجميل ده. بصوا اللون، اللون ده مستحيل بتاع جبهه سانت كاترين. مستحيل الجميل. مستحيل. والاجانب بيحبوا جدا بتاع سانت كاترين، وبيعتبروه حاجه روحانية عشان سانت كاترين. جميل. بيعملوها حاجه روحانية عشان سانت كاترين. سانت كاترين. طيب هتلاحظوا دلوقتي وانتوا بتبصوا كده في الصوره، هتلاقوا حاجات مكتوب عليها. الكتابه دي بخط ايد عم حسين، وهو الوحيد في مصر اللي بيكتب على الاحجار الكريمه من 50 سنه. من 50 سنه. تمام كده. يعني ايه مش بعد كده اهو. لا وقال لكم بقى كمان سر، هو كان مخبيه بس انا قفشته يعني. طيب دول هو حاجه تقع. ايوه. ده لابس يازولي اللي هو مشهوره بيه افغانستان بس، وبظهره في دقة أكتر من وشه، بكرة ومخرومة وحاجات كده. ده بتاع توت عنخ آمون، وفي منه عقيق صغنن جدا. وآدي الفروز بتاع أبو زنيبة. فروز بتاع أبو زنيبة قبل العريض. ده في منه الفاتح قوي، وفي منه الغامق اللي احنا بنعالجه دلوقتي وبيطلع غامق، لأن مفيش غامق في الطبيعة إلا قليل وغالي جدا طبعا. الغامق غالي جدا. لكن كان في الازرق الصافي خالص. الازرق الصافي كنت ببيعه في عز الرخص ب 10 جنيه حبه. طيب احنا هنا ده ايه؟ ده العقيق اليمني. الوان العقيق اليمني، سواء غناري اللي هو طالع من براكين، او صخري اللي هو من اللي طالع من براكين. اللي طالع من براكين اللي هو المظلط اللي هو شكله زي الزلط ده كده، وهو زلط فعلا. هو زلط فعلا. لكن الصخري اللي هو زي ده باين اهو، ده صخري طالع من الجبال، تكوين صخري. احنا عندنا هنا في اسوان. عندنا فين بقى؟ عندنا وادي البطيخ جنب اسوان، في العقيق الزلطه نص طن و300 كيلو و400 كيلو، وما يقدرش حد يشيلها. ويعتبر مميز. ايوه يعتبر طبعا مميز. لو اتقطع يبقى جميل جدا. وانا لما عملت المصنع كان غرضي ان انا استفاد بالحاجات دي. وفي بقى حجاره ليها طاقه جامده جدا، تسحب الطاقه السلبيه بقوه قوي، اسمه تورمالين. حجر اسمه تورمالين. ده موجود هنا؟ هو هناك كده؟ ايوه ده. ده؟ لا اللي بعديه، ايوه الترمالين اسود اللي انت حطيت ايدك عليه. ده ترمالين اسود، وبعد كده الترمالين اللي بعديه الالوان ده. ده كل ده ترمالين. ده هو حجر في الطاقه الايجابيه. ده منين بقى؟ ده بيبقى من البرازيل ومن افريقيا. من البرازيل ومن افريقيا وشرق اسيا وبلاد كتير. اهو هو ده الترمالين. دي الوان الترمالين. ده اقوى حجر بيقولوا يعني علميا، لقوه بيسحب الطاقه السالبه ويدي طاقه ايجابيه فعلا. الغامق منه ده او الجدر منه رخيص، لكن اللي بيشف منه قوي بيبقى غالي، زي الزمرد وزي الياقوت وزي الزفير. طيب نرجع، احنا خدنا خلاص، خلصنا المرجان قلنا عليه، والفاروز. الفاروز والعقيق. الكهرمان. الكهرمان عظمه الكهرمان. طبعا الكهرمان احنا عارفينه موجود في الاماكن التلج او شمال اوروبا. في كل شمال اوروبا، يعني في الاسكيمو والحتت دي. ليه؟ لان ده عباره عن شجر سمغ وتحجر باخده ملايين السنين. اهو يا جماعه. والخامه بتاعته بتبقى اشكال مختلفه. اهو يا جماعه. ادي اصل. لو كسرت حته من دي تلاقيها بيضه من جوه، وبعد يوم والتاني ترجع تصفر كده تاني.
هو خامه الكرمان بتيجي من وادي وادي التصنيع بتاعها حجاره فصوص للخواتم والتعليق والكلام ده كله. انا اجي اشتري ازاي بقى؟ حد عايز يعمل تعليق، دي اسرار الحكايه، انا عايز اشتري بقى منك. حد عايز يعمل تعليقه الست بتاعت حاجه زي كده، تعمل لها شامبر ذهب او فضه وبتعلقها من الكهرمان. من الكهرمان. وفي حتت عاملينها اسم الكهرمان، اسم الكهرمان حتى اسم كهرمان جميل، اسمه جميل. هو لدائن صمغيه، وهو طبعا ايه يعني حسب حضرت بملايين السنين ما يطلع وبيطلع معك. فيها وبعد الكهرمان طبعا بيبقى فيه حشرات موجوده لغايه دلوقتي موجوده، ودي بتبقى اغلى، اتحنطت فيها بتبقى اغلى، بتبقى اغلى طبعا. ومعظم الناس اللي بتحب تشتري السبح تقول لك عايز على الاقل في فيها حبايه او اتنين فيها حشرات عشان يتاكد انه كهرمان، مش هو عشان يشوف الحشرات، لا ده ما بيتقلتش. الكهرمان درجات، الكرمان درجات يعني درجات باسعار، اسعار الكرمان الروسي ارخص حاجه، الكرمان البولندي بعديه، اغلى كرمان الالماني. الالماني، الالماني اللي هو بيبقى لونه اصفر ده الكرمان الالماني، وفي حشرات برضو بتاع ده الروسي اللي طلعت منه السبحه الروسي ده الالماني. انا بدور على الحشرات في لو مسكت اي حاجه بس في اللب هتلاقي في حشرات كتير قوي قوي موجوده جوه، سواء هنا او الكهرمان دي كانت سبحة جدي كتير كل زمان كان عندهم سبح الكهرمان كهرمان كله. والكوك بقى السبح الكوك دي مش عارف جت منين دي، خد دي دي كهرمان. السبح الكوك بقى بتيجي من ثمره، ثمره الكوك. وثمره الكوك دي ما كانتش موجوده غير في البرازيل في غابات الامازون. وكنا بنشتري كيلو الخام بتاعها ب 5000 دولار والسبحه تقف ب 30000 جنيه. كانت غاليه قوي 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 قوي. دلوقتي بنبيع السبحه ب 40 جنيه و 30 جنيه. ايه ده نفس ال نفس الخامه عشان ايه؟ ما بقيناش نجيبها من الامازون. واحد تركي راح زرع في تركيا جزيره بحالها كوك. فبقى بيع كيلو ب 50 جنيه مش 5000 دولار. يا نهار ابيض. طيب ده بقى ايه؟ ده حجاب الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. اللي مكتوب عليه حضرتك لا اله الا الله. عملته على حجر ايه؟ ده حجر ايه؟ اونكس عقيق اسود. اللي هو ده؟ لا مش كده؟ ده ترمانين. تمام. فين العقيق الاسود؟ العقيق الاسود اللي سبح ده يعني اللي احنا اللي هناك دي. عقيق اسود اللي هو ده؟ عقيق اسود عقيق ده اسود. تمام. مكتوب وكتبت ايه عليه الحجاب؟ الحجاب مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، وداير ما يدور لا اله الا الله محمد رسول الله، توجه حيث شئت فانك منصور. مش هتعرف توجه حيث شئت فانك دي منصور. دي كتابه حضرتك. ايوه ده حجاب الرسول اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله، توجه حيث شئت فانك منصور. ادي ده عقيق، ده عقيق العين اللي هو العين العين بيقولوا عليه عقيق سليماني. بيبقى عيون كده. ليه بقى عقيق سليماني؟ عشان العيون دي كده هما بيقولوا كده، بس هو مش سليماني ولا حاجه. منين؟ هو من جميع الاماكن، العقيق في كل حته في العالم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. ورمضان كريم بخير. والحقيقه يعني احنا سلينا صيامنا بس استفدنا، استفدنا استفاده كبيره جدا. انتوا انستونا وشرفتونا. شكرا جزيلا يا عم حسين. ونشوفكم بخير تمام ان شاء الله. دايما دايما شكرا جزيلا. نشوفكم بخير ان شاء الله. حارة الصلاحيه نافذة على كل الأماكن الحلوة في المعز. هنا هنا زمن غير الزمن، وتجار كلمتهم واحدة، هنا تعالى والمس الحجر الكريمة واقتني ولو فص يونس سبحتك أو يكون هدية معتبرة. هنا هنا أساتذة الصنعة، وهنا العتبات فاتحة على بعضها، فاتحة على بعضها بحب، بحب حقيقي. هنا كلها عتبات باب رزق، باب رزق كله خير وبركه.